المبعوث الأممي يعلن اليوم رسميا تعليق المشاورات اليمنية ويصدر بيانا يلزم بجولة جديدة. فصائل المعارضة تسيطر على 3 كليات عسكرية في حلب وتعلن فك الحصار خلال ساعات. قوات حكومة الوفاق الليبية تحقق تقدما في محيط المقر الرئيسي لداعش في سرت. وزير الدفاع التركي يقول إن السلطات تبحث عن نحو 300 عسكري بينهم 9 جنرالات منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. مصدر أمني فرنسي يعلن أنه تم إخلاء برج إيفل بالكامل عن طريق الخطأ بسبب اعتقاد أحد موظفيه أن هناك تحذيرا حقيقيا بعمل إرهابي. انطلاق أولمبياد ريو دي جانيرو بحفل لم يركز على الإبهار بسبب الأزمة الاقتصادية في البرازيل.